دايما يقول لك ايه ده مكير ده مهاري عنده حلول زي ما انتوا كده بتقولوا يبقى كابتن وليد صلاح الدين صح حرقها كابتن طارق السعيد هو مش عارف مين على فكره كابتن طارق السعيد مش عارف مين اللي هيدخل مكير لكن فعلا قال لك مكير ومهاري وبيغير وحديث وغير نتيجه قال ما فيش طبعا كابتن وليد صلاح الدين منورني تحياتي وتحيات الكابتن محمد عامر كابتن طارق السعيد ايهاب الخطيب واسيبك لطارق السعيد لان هو كده قال لي ايه يبقى على التليفون كابتن وليد صلاح الدين يا كابتن وليد حبيبي يا بوب حبيبي كل سنه وانتم طيبين وتحياتي ليك يا كابتن ايهاب ومنور قناه الاهلي اشكرك يا كابتن تحياتي لكابتننا الكبير حبيبي محمد عامر حبيبي يا كابتن وليد ازيك وازيك يا نضيف ازيك يا غالي ايه موضوع نضيف ده موضوع تاني عارفين طب بلاش هنا يعني ازيك كابتن وليد اول ما قال يعني لاعب ماكر ولاعب حريف قوي مفيش اغلى ولا احسن من كابتن وليد صلاح بامانه يعني حبيبي حبيبه طروق حبيبي على فكره يا كابتن بجد بجد يعني الاربيس في ودان انا يعني الكابتن طارق السعيد قاعد يعني بجد ما حدش عارف ولا الكباتن مين اللي هيكون على التليفون فالنضيف شغال تمام حبيبي ابو وكلامك كلامك ده يا ايهاب في محله خلي بالك انا كنت ماسك اسوان وبنلعب لاعب النادي الاهلي في استاد القاهره والسرد باك كان اسمه عاشور هارون فقلت له بص وليد هينزل لو وليد لف ما تخلوش يلف لو وليد لف واحده هيجيب جول لف كام واحده بقى لا ما بقى هو فعلا الولد زمم وليد ما خلوش هي واحده لفها جاب جول ادي الامكانيات طبعا كابتن ليله قمه الليله الكبيره القمه النجوم الكبار اللي زيك وزي النجوم في الاستوديو يدركوا قيمه القمه مع جماهيرنا العظيمه القمه 115 كابتن وليد صلاح الدين يشوفها ازاي من وجهه نظري طبعا تبقى مباراه قمه بين افضل ناديين في افريقيا النادي الاهلي عايز يكسب علشان يضرب ثلاث عصافير بحجر واحد اولا يكسب القمه المعتاده بينه وبين نادي الزمالك رقم اثنين انه يقصي نادي الزمالك من المنافسه على الدوري تماما لان الفرق هيبقى 11 بونت والنادي الاهلي ليه مباراه مؤجله مع المقاولين الفرق يبقى 14 نقطه متهيألي بين الدورين يبقى الموضوع انتهى الحاجه الثالثه انه يدي رساله لنادي المصري وهو رايح يلعب مباراه السوبر ويطمن نفسه ويطمن جماهيره فالنادي الاهلي عنده ثلاث اهداف مهمه من مباراه القمه. على الجانب الاخر نادي الزمالك برضو عنده هدف مهم جدا انه لو قدر يكسب النادي الاهلي كابتن ايهاب جلال خلاص هيبقى حط بصمه ما حدش هيقدر يتكلم معاه تمام. سواء من جوه النادي او من بره النادي الناس كلها هتسكت وهتستنى الكابتن ايهاب جلال تديله فرصه لبقيه الدوري كله. فكل فريق داخل بالاستراتيجيه بتاعته اتمنى بس انا خايف لا الفرقتين يخافوا من بعض يعملوا حساب لبعض يا كابتن ويعملوا هو كده كده عاملين حساب لبعض لكن يخافوا من بعض انا عندي تخوف شديد ان لو في هدف اتاخر لاحد الفريقين المباراه تطلع وحشه وده اللي انا خايف منه انا عايز اقول لهم بس رساله من خلالك ومن خلال قناه الاهلي خدوا بالكم احنا دوله وصلت كاس عالم خدوا بالكم انتوا احسن فرقتين في افريقيا. خدوا بالكم انتوا عندكم قوام منتخب مصر. خدوا بالكم انتوا بتلعبوا في جو حلو قوي وفي استاد حلو قوي واحنا في نص الموسم يعني ما عندكوش اي حجه ان انتوا تقدموا لنا كره حلوه. تمام. فاتمنى ان ده ما يكونش موجود في الملعب حته الخوف زياده عن اللزوم ويبقى الفرقتين داخلين المباراه بهدف ان انا ما اتغلبش من الاخر. تمام انا عايز الاثنين يدخلوا بهدف انا عايز اكسب الاخر فاتمنى دي ان شاء الله باذن الله كابتن توقعاتك للاثنين مديرين فنيين بدايه اللقاء انا حاسس من كلامك اللي انت شايف ان الاثنين مديرين فنيين قد يبداوا بضغط عالي والاستحواذ على الثقه على لعيبتهم لكن هيبقى فيه حذر في المباراه وده اللي انت خايف منه انا خايف جدا يا كابتن ايهاب من الحذر كابتن حسام البدري يعني عارفين طريقته 4-2-3-1 لكن هو معودنا طول المباريات اللي فاتت انه بيأمن نفسه وبيرجع في نص الملعب وما بيضغطش على الفرقه من قدام وده ممكن يكون هو ليه اسبابه حاسس ان الفرقه مجهده حاسس ان الفرقه بتلعب كل ثلاث ايام مباراه يعني ما اعرفش ايه سبب الكابتن حسام البدري لكن اخاف كمان من الكابتن ايهاب لا يلعب بثلاث ديفندرات ويأمن نفسه ويرجع في نص الملعب
وتبقى المباراه بلغه الكره كده متكتفه مقفوله مقفوله ومتكتفه، وهتبقى مباراه وحشه، ويبقوا ضيعوا علينا فرصه مشاهده مباراه، يعني يبقى فيها اهداف كتير، ويبقى فيها يعني عايز اقول تبقى فيها طبيعه وشخصيه منتخب مصر اللي وصل كاس عالم. تمام كابتن، يعني كابتن ايهاب جلال في 48 ساعه مدير فني نادي الزمالك ومواجهه قمه، شايف الامر ده ازاي؟ يعني الله يكون في عونه طبعا. كابتن ايهاب نادي الزمالك عمل حاجه رائعه باستقدام واحد من احسن المديرين الفنيين في الدوري المصري، ده اكيد، لكن هو كمان حط تحت ضغط كبير جدا ان هو يتولى مسؤوليه مباراه القمه، وفي نفس الوقت هو اختبار حقيقي للكابتن ايهاب جلال. خد بالك كابتن ايهاب جلال ما لعبش تحت ضغوط عاليه، يعني كل الفرق اللي مسكها اذا كان مصر المقاصه او انبي او تليفونات بني سويف او يعني كلها انديه شركات ما عندهاش جماهير، ما عندهاش جماهير بحجم نادي الزمالك بيقدر يطبق فكره بدون تدخل من الاداره. هل كل ده ايه اللي هيحصل؟ يعني بالنسبه لنادي الزمالك لا قدر الله، وبالنسبه لنا احنا يا رب اذا قدر الاهلي يكسب، ايه الموقف اللي هيتصدر للكابتن ايهاب جلال؟ يعني هل هيقدر يتعامل مع المباراه اللي بعديها؟ هل هيتعامل تحت ضغط عالي؟ يعني كل ده هو رايح في اختبار، طبعا اختبار صعب. كابتن وليد، كابتن ايهاب جلال ليه طريقته، ويمكن الكابتن طارق السعيد بيشاركك في موضوع ثلاث ديفندرات وقفله الملعب، وبيحب يلعب الكوره من تحت وبطريقه نفس برضه لعب النادي الاهلي، بيلعب كوره كويسه وهاديه. هل كابتن ايهاب جلال يلعب بطريقته المعهوده ولا يلعب بطريقه نادي الزمالك؟ يعني كابتن ايهاب جلال يلعب 4-3-3 ولا يلعب بطريقه نادي الزمالك؟ اظن انه يلعب 4-3-3. كابتن ايهاب انا هاخد من كلامه، هو قال كلمه مهمه جدا، في مباريات كبيره هيبقى محتاج اللعيبه تحتفظ بالكوره. الكلمه دي يعني رنت في وداني قوي بالنسبه للعيبه اللي تكون متواجده. يعني انا كده اشوف ان داوده ممكن يكون موجود جنب طارق حامد، دونجا لعب معاه في مصر المقاصه ممكن يكون موجود، دول الثلاث ديفندرات بيامنوا له نص الملعب، وفي نفس الوقت يحاولوا يحتفظوا بالكوره عشان يبعدوها عن رجل النادي الاهلي. فالكابتن ايهاب اكيد هيلعب بطريقته، اكيد هيلعب بالاستراتيجيه بتاعته، لكن مع بعض التحفظ. يعني هو مع مصر المقاصه او انبي بيضغط على الفرقه بطول الملعب ومن الاول، ما اظنش انه مع النادي الاهلي ممكن يعمل كده. اظن انه ممكن ولا حتى في البدايه بس كده علشان يدي لعيبته ثقه. طبعا الفرقتين هيعملوا كده، لكن سيبك من اول خمس دقائق دي تمام، بتبقى بس كده يعني بيضحكوا بيها على بعض، لكن بعد كده هيردوا في نص الملعب ويلعبوا على المساحات ما ورا خط الدفاع. تمام كابتن، لو كملت لي بقى التشكيل المتوقع للزمالك، اللي انا كنت حاطط الثلاث ديفندرات اللي انت قلت عليهم دول، طارق حامد ودونجا وداوده، انا حاطط الثلاثه دول ولسه ما شفنا، وكابتن طارق حاطط الثلاثه دول، كابتن عامر ايوه وكابتن عامر. نكمل بقى، نبدا من حراسه المرمى. يعني احمد الشناوي اكيد، حازم امام، علي جبر، معرفش محمود علاء كويس ولا لا، يعني متهيألي هيكون الونش وعلي جبر تمام ومؤيد العجان، الاربعه اللي بيلعبوا على طول كويس، والثلاثه النص الملعب احنا قلناهم، طارق حامد ودونجا وداوده. هيجي قدام بقى متهيألي ان ممكن مدبولي تمام، ممكن يكون مدبولي علشان يمسك كوره، يعني معرفش فكر الكابتن ايهاب ايه في الثلاثه دول بصراحه. يعني ممكن هل يبتدي بكاسونجو كابونجو عشان السرعات، مين الثالث؟ هل ممكن يكون شامي اوشمبونج؟ الشامي اقرب واحد اعتقد، الشامي اقرب واحد يا كابتن وليد. ايه الشامي اقرب واحد؟ طب انا كنت شايف مدبولي والشامي وكاسونجو بدايه، مش عارف الكباتن. انا الشامي وكاسونجو واوبام، ممكن جدا الثلاثه دول مدبولي وكاسونجو والشامي، كده نبقى احنا متفقين كلنا، يعني كلنا حطينا التشكيله من رؤيتنا لفرقه الزمالك ومن كابتن، من فكره كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال نقول احمد الشناوي، حازم امام، علي جبر، الونش، مؤيد العجان، طارق حامد، دونجا، داوودة في وسط الملعب، احمد مدبولي والشامي وكاسونجو. لا مظبوط، هو كمان هيبقى مش عايز حد يكون بعيد جدا عن الملعب، هو يرجعه
فجأة في مباراة زمالك. تمام. يعني هو برضه هيبقى محتاج اللعيبة اللي رجليها في الملعب، دي نقطة مهمة. ممكن بس يدخل واحد زي داوودة ما بيلعبش مثلا بقاله ماتشين ولا حاجة، لكن في الآخر هيحافظ على القوام الأساسي لنادي الزمالك. طب في استقرار رباعي كده في الاستوديو وعلى التليفون من كابتن الكبير الكابتن وليد صلاح الدين بالتشكيلة المتوقعة للزمالك. هبدأ يا كابتن معلش التشكيلة المتوقعة للأهلي، كابتن طارق السعيد وكابتن محمد عامر، واشوف حضرتك تختلف ولا تتفق معاهم. كابتن طارق، انا وجهه نظري الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي ورامي ربيعه وايمن اشرف وعلي معلول، عاشور والسوليه اثنين في نص الملعب. وجهه نظري وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، ووليد ازار. كابتن محمد عامر، انا يعني بنقول برضو الشناوي وعلي جبر والونش والعجان. ده الزمالك، احنا عايزين الاهلي. احنا عايزين الاهلي. الاهلي لو بدانا هيبقى الشناوي واحمد فتحي. تمام. يعني علي معلول واثنين اللي في القلب، رامي ربيعه وايمن اشرف وحسام عاشور والسوليه. تمام. قدام هيبقى وليد سليمان عبد الله السعيد وأزيه ولا مؤمن؟ أزيه. طب وقدامهم أزارو. أنا بقول كده في اتفاق كده، يعني واختلاف واحد بس. واحد يعني الكباتن اللي معايا اتفقوا في خط الدفاع: محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، ديفندرين، حسام عاشور، والسوليه، وليد سليمان. مفيش خلاف. عبد الله السعيد مفيش خلاف. انا عارف ان وليد سليمان موجود، وليد مؤمن زكريا موجود، لكن انا عارف ان هو رايح خلاص ماشي، فهو هو لسه اولى. تمام. لسه مفيش هو موجود في الماتش. كابتن وليد، الخلاف هنا مع الكباتن الكبار في الاستوديو. كابتن طارق السعيد شايف ان مؤمن بدايه، وكابتن محمد عامر شايف اجاييه، وده الاختلاف الوحيد هنا. ما هو خلاف، وهو ده الخلاف الوحيد. يعني كلامهم كابتن محمد عامر وكابتن طارق كلامهم صح 100%. خلينا نتفق احنا بقى كلنا الاربعه على حاجه: في ثلاثه اثنين منهم هيلعبوا، يعني صح. وليد سليمان ومؤمن زكريا واجاييه، الثلاثه دول اثنين هيلعبوا. مظبوط. لكن مين؟ انا اظن انها على حسب الحاله، احنا مش عارفين اجاييه جاي عامل ايه. هل لما نزل التمرين الاجازه اللي خدها في نيجيريا مع اسرته، هل رجع يعني بلغه الكوره لياقته البدنيه عاليه؟ بالظبط. هو كابتن حسام معودنا انه بيلعب بمؤمن وعبد الله واجاييه ووليد ازارو، ده كل مباراه افريقيا او المباراه الثقيله، وبيخلي وليد سليمان هو الاحتياط. لكن هل هو هيعمل كده؟ ما تضمنش. ممكن يبقى وليد وعبد الله ومؤمن على اساس ان الثلاثه دول هم اللي ختموا الماتشات كلها. مظبوط. ويبقى اجاييه اللي قاعد، ووارد جدا انه يقعد مؤمن زي ما الكابتن محمد عامر قال. طب الافضل من وجهه نظر الكابتن وليد صلاح، ابدا بمؤمن ولا باجاييه ولا اسيب واحد فيهم؟ مين اللي يديني لو دفعت بيه الملعب؟ هل لما بيبدا اجاييه بيبقى كويس، ولما بينزل بديل ما بيدينيش، ولا مؤمن لما بينزل بيكون ليه لمسه في الملعب؟ لا، انا وجهه نظري ابتدي بالاثنين. وليد اللي يبقى سليمان، واجل وليد سليمان، لان انا عندي قاعده كده في الكوره. ممكن لو في لعيب مصاب، لو في لعيب مصاب او لعيب مش جاهز او لعيب انا مش مطمن له، ابتدي بيه احسن. واخلي الورقه اللي قاعده معايا هي الامان، مضمونه. يعني وليد سليمان امان، هينزل في اي لحظه بقى، ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، شوط، هيبقى كويس. يعني عبد الله اجاييه مؤمن من وجهه نظر كابتن وليد صلاح. وليد، انت قلت نقطه مهمه جدا، ان انا ابدا باللي انا مش ضامنه عشان اديله القدر اللي هستفيد بيه منه، وبعد كده اطلعه وانزل الثاني. هو صح بالظبط. انا يعني وليد سليمان امان، انا اقدر ابتدي بمؤمن وعبد الله واجاييه، واي واحد فيهم هيبقى يعني يا اما مش في مستواه، يا اما لياقته هتقل، يا اما مثلا مش موفق، هروح منزل وليد سليمان على طول في اي توقيت. لكن هو الخوف ان انا ابتدي بوليد مثلا، وابتدي مثلا اجاييه او مؤمن وما يكونش، يا اما مش مكتمل، يا اما مثلا مؤمن دماغه في السعوديه، يا اما ما اعرفش. انا اشوف ان وليد سليمان هو اللي يقعد. مع طبعا اسلام محارب ومع الكتيبه الثانيه بقى زي صالح جمعه موجود. تمام. كابتن وليد بشكرك، ولو حابب تضيف اي حاجه مع الكباتن الكبار قبل ما نقول لك سلام عليكم.
لا مستمتع بيكم ومستمتع بالكابتن محمد عامر كابتن الكبير وكابتن كابتن وليد. حبيبي يا كابتن وليد ان شاء الله. شكرا اشكرك كابتن. شكرا يا كابتن. طبعا كابتن وليد يعني